السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدين الكرام في الفقرة الأكثر عدلاً وجمالاً وجدلاً، فقرة خذ العلم من مراجل 66. أصبح عليكم وأصبح على نقاد المبدعين. صباح الخير أبو مناحي. مرحبا وسلام. صباح الخير يا أبو مراح. صباح الخير مشاهدين. صباح الخير الجمهور الغالي. والله يعين، الله يعين. بس صباح الخير أبو عنزي. صبح كرب الخير أبو فرح. أصبح عليك وعلى زملاء النقاد وكذلك على السادة المشاهدين. صباحكم الله بالخير جميعا. نتمنى أن يكون صباح جميل ولطيف وصباح حق على الجميع بإذن الله. صباح الخير أبو حمود ومنورنا. صباح النور والسرور. يا مرحبا يا أبو فرح. لا لا، صباح النور والسرور. حلو حلو. أرحب يا أبو فرح. يا مرحبا يا أبو مناحي. أهلا وسهلا أبو عنزي. صباح الخير جمهورنا الفاضل محب هذا الكيان العظيم الذي يسعى دائما لإرضائكم. اليوم عندنا الحدث الذي لا يخفى عليكم مشاهدين الكرام، اللي هو استبعاد ريان بن بدر الساهري ليلة البارحة، والحدث الأشهر في هذا البرنامج وفي هذه النسخة، خروج المتسابقين أبو حمود في صباح هذا اليوم مع ريان، وظروف استبعاد ريان والحيثيات والفقرات اللي استبعد من أجلها، اللي هو أول فقرة من 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 الفقرات موضوع مقدم فقرة المشارحة عادل بن هيف، اللي حصل فيه لغط كبير وأغلاط كثيرة وإيحاءات كثيرة وتفسيرات كثيرة من هذه الطاولة. وعلى هذه الطاولة راح نوضح كل التساؤلات اللي صارت. عادل بن هيف أو ريان الساهري خرج في مقطع بعد فقرة البرايم أو المشرحة. إذا المقطع جاهز نشوفه ونرجع نعرج على المقطع بشكل تفصيلي كامل إذا هو جاهز. يعمل الكلام ذا كله يوم يقول تم إلغاء السؤال وتكلم أن المتسبب في ناس يتسببون عليك أو حاجة، يقول أنك تسبب على نفسك، ثم قال مثلها أن في ناس تسبب عليك. ما له يعني، ما له دخل الكلام ده كله. وأنا أبو سعيد أنت خلص من دونك يا عادل هيف. إن كانك تدور شو أو تدور لك حدث لا تدوره عندي. يوم أنك تقول يتسببون، يعمل الكلام ذا كله يوم يقول تم إلغاء السؤال وتكلم أن المتسبب في ناس يتسببون عليك أو حاجة، يقول أنك تسبب على نفسك، ثم قال مثلها أن في ناس تسبب عليك. ما له يعني، ما له دخل الكلام ده كله. وأنا أبو سعيد أنت خلص من دونك يا عادل هيف. إن كانك تدور شو أو تدور لك حدث لا تدوره عندي. يوم أنك تقول يتسببون، يعمل الكلام ذا كله يوم يقول تم إلغاء السؤال وتكلم أن المتسبب في ناس يتسببون عليك أو حاجة، يقول أنك تسبب على نفسك، ثم قال مثلها أن في ناس تسبب عليك. ما له يعني، ما له دخل الكلام ذا كله. وأنا أبو سعيد أنت خلص من دونك يا عادل هيف. إن كانك تدور شو أو تدور لك حدث لا تدوره عندي. يوم أنك تقول يتسببون، أنت يا عادل هيف لا تدور حدث عندي. ريان ربما اللغط اللي حصل والغلط من مهاب في اللفظ، أنه ريان تعدى على عادل هيف. ريان ما تعدى. ريان كان عنده انتقاد، كان عنده تحفظ، كان عنده تساؤل على عادل هيف. هذه كانت من ضمن الفقرات اللي أو المخالفات اللي استبعد ريان بناء على هذه المخالفة من ضمن المخالفات الثلاث الأخرى. أبو حمود. أبو فرح، طبعاً بما يخص ريان والمقدم عادل هيف، خلونا نقسمها قسمين. القسم الأول بما يخص ريان وعادل هيف، هذا متسابق وهذا مقدم، وبينهم كل الاحترام والتقدير. الأمر الثاني، ريان الساهري ما دخل الكوفي شروم لكي يتفق
وإنما دخل لكي يعترض، والاعتراض مفسره في كلمة اختلاف، اعترض اختلف. ممكن مهاب استخدم كلمة ثانية خاطئة، ولكن البوينت أو المغزى أو اللب هو الريان الساهري ما كان موافق على ما نطق المقدم عادل هيف. يعني لو كان قابل أو متفق معاه لما راح الكوفة شروم وتكلم أو انه اعترض. هذا بما خص عادل هيف. يعني ريان هو عرج النقطة هذه أو تكلم النقطة هذه عشان كلمة. أنت العين جيت في كلمة، خلنا نقول أم مهاب قال تعدي، وأنت ما أنت متعدي لأنك عاقل، وخلنا نقول أم مهاب قلت قال أي كلمة ثانية. الكلمات هذه لا تفسد لب الموضوع. لب الموضوع أنت مختلف، أنت مختلف في وجهة نظرك، ووجهة نظرك تحترم. أن عادل هيف ما اتفقت أنت وياه على وجهة نظره، وعادل هيف يقدم فقرته بالطريقة اللي يملي على نفسه. يعني أنت خليت الأربع نقاط أو الخمس نقاط وعرجت على كلمة، هل الكلمة هذه تضيع القضية؟ لا طبعاً، لا طبعاً. أيضاً كان ترى ريان كان في الإعداد على اختلاف أو على تحفظ على القرارات عادل، كان في الإعداد وقتها. نعم صحيح. بخصوص مثل ما تفضل أخوي أبو حمود أن اللي بدر من مهاب في الأداء أو في اللفظ اللي قاله تعدي على عادل هيف، هذا خلى مجراه من ناحية رئيس مجلس الإدارة ومن ناحية المدير التنفيذي، أنه سوف يأخذ يتخذ قرار في مهاب، واتخذ خلاص. احنا اتفقنا بالأجمع على الأمر اللي حصل من مهاب، ولكن لا ننسى التراكمات. هي مهم من خطأ واحد، مهم من خطأين، مهم من ثلاثة، هي من تراكمات على ريان الساحلي. ظهر في الكوفي شروم مثل ما شفتوا وبرر، لولا الخطأ ما جاء اعتذار. صحيح صح، يعني لو ما أخطأ ما اعتذر. يعني لو ما كان مختلف ريان على فكرة عادل هيف أنه يقحم ريان في أنه هو متسبق على الجنيبي وكذا، ما راح يبرر في الكوفي شروم. ليه؟ لأن اللي يقول مثلا لا تسرق ولا تخاف، لا تروح تبرر، ما يحتاج. لكن مع ذلك الجوال، مع ذلك التعمد بالفاصل، خروج الفاصل اثناء الرياليتي، هذه 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 مصيبه كبيره يا اخوان. يعني مستحيل نتعداها. يعني اللي بيتعمد لخروج فاصل لان الشباب يضغطوا عليه بكلمه او انها انضغط من حاجه، هذا ممكن انه يسبب لنا امور احنا في غنى عنها. لا نختلف على ادب ريان وعلى نجوميه ريان وعلى ثقه ريان، لكن الشباب للأسف أخلفوا الهقوت في أمور كثيرة. طيب أبو عنزي، مخالفات جوال، تعمد طلوع فاصل، تغشيش متسابق في البرايم مما قد يؤثر في النتيجة، هذه مخالفات ريان. ريان وقف عند 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 مخالفة واحدة، يعني وقف عند كلمة أو مفردة يعني استخدمت بالشكل الخاطئ. يعني يعني المفردة هذه يعني لا تعفي أو اعتراض ريان على هذه المفردة يعني لا يعفيه من المخالفات الأخرى اللي قام فيها. يعني إحنا بس ذكرنا لأن تعريج على عادل على تغريدة عادل هيف للتصحيح فقط، لكن النتيجة والإجراء هو هو. أبو حمود، مسألة الاستبعاد ليست بالسهلة يعني، ويعني أنا يعني في مرحلة استبعاد لابد أن أكون يعني حريص على أهب، يعني على أهب الاستعداد في مواجهة، أو يكون عندي استعداد تام في مواجهة ردة الفعل اللي بتصدر من ريان ومن غير ريان، حتى من زملائه المتسابقين. فأنا يعني إذا أصدر قرار وأنا في يعني في مرحلة ضعف بيكون موقفي حرج. يعني كان من المفترض على مهاب أنه يتقصى الحقائق أولاً، صح، ويستخدم المفردة المناسبة للموقف. للموقف يعني بدال ما يقول تعدي يقول مثلاً اعتراض ريان على يعني على على قرار عادل هيف عادل بن هيف في المنشرحة. في نعم في المنشرحة، وهذا ينافي سياسة البرنامج. صح، يعني كان المفترض أنه يوضح المفردة لكي يعني ما يقع في الموقف الحرج، لأن
كلمة تعدي يعني هي اللي وقف عندها ريان، ولا ريان ترى اعترف بالمخالفات المتبقية، اعترف بوجود جوال يعني تعمد الفاصل، تعمد الفاصل يعني بألفاظ غير لائقة، بتغشيش عبد الله الجنيبي في المنشرحة، هذه ما كان عند ريان يعني اعتراض نهائيا. ريان وقف عند هذا الشيء اللي يقول ليش يعني مهاب يقول اني تعديت وانا فعلا ما تعديت، يعني وهذا حق مشروع له انه فعلا صار يعني دامه ما تعدى، هذا يعني خطأ من مهاب، خطأ من مهاب يبو عنزي ويحاسب عليه مهاب. وفعلا يعني رئيس مجلس الإدارة والإدارة يعني يعني على يعني على الخطأ يرتكب مهاب، على يعني ماشيين على خطى يعني محاسبة مهاب في مثل هذه الأمور. لكن جميع ما ذكر وجميع ما ذكرته أنا لا يعفي ريان يعني من مسألة الاستبعاد ومسألة العقوبة. مسألة الاستبعاد صحيحة، العقوبة صحيحة، خروج المتسابقين في غير محلة جداً. هذا اللي جداً. يعني حبيت أوضحه في ما يخص مسألة استخدام المفردة الغير صحيحة. طيب أبو حمود، أبو فرح، يعني الأخوان أو ما قصروا في التعريج على كلمات أو تجاوزات ريان، يعني جمهورنا الفاضل أنا أتوقع أنكم وصلتم من الوعي أن تترك 5 مخالفات ويعرج على مفردة أو على كلمة في مقال أبو عنزي. الجوال ما عرج عليه معناها بحجته جوال، التغشيش ما عرج عليه لأنه غشش، تعمد الفواصل بكلمات غير لائقة ما عرج عليها لأنها درى ما له درب إلا ذا الكلمة، درى ما عاد له حجة أو ما له طريق إنه ينفعل إلا إنه يلقى ذا الكلمة. فوق هذا كله تأكدوا الريان أنه تجاوز المرات المرصودة عليه ولم يتم اتخاذ القرار من خطأ واحد أو 2 أو 3 أو 4 وإنما من تكرر الأخطاء. عادي ترى إن الابن آدم إذا أخطأ، ترى الجميل إنه يقول نعم أنا أخطيت وأتحمل خطاي، لا تحمل غيرك يا ريان، يعني أخطيت ترى والله العظيم إنها أجمل لك أن تقول قدام إخوانك وللجمهور وللمحب إني نعم أنا أخطيت، أنا بشر مثلكم يا ناس، ليش يعني هل أنا نازل من السماء بسلاسل؟ أنا مثلكم أخطي ترى، ما فيها شيء، ما أنا معصوم من الخطأ، لكن إني أترك العقوبات كلها وأترك اسمها الأخطاء كلها والتجاوزات وأعرج على الكلمة، هذا ضعف لحجتك. حتى الدليل إنك ما غردت يا ريان إلا بكلمة واحدة، الكلمة هذه طال عمرك رحت أرجع عليها، طيب الباقيات وش وضعها؟ الجوال وش وضعه؟ التغشيش، الفواصل، ليه ما تصير شفاف أكثر وتقول للجمهور إيش الكلمات اللي أنت قلتها؟ خلك شفاف. طيب بالنسبة لخروج، أنا أسميه خروج أو انسحاب أو هروب ما أدري، لكن خروج المتسابقين، حنا ما نقول انسى الخو من المبدأ أو المبادئ، الخوة والفزعة والتقدير والخويكم هذا شيء جيد وشيء مرحب فيه، لكن في فرق بين التنافس وفي فرق بين الخوة ومكانها وزمانها. يعني ما فيكم واحد رشيد قال يا جماعة خلاص نعترض هنا، يا جماعة نقابل المدير التنفيذي، يا جماعة نقابل رئيس مجلس الإدارة، يعني فيه عدة حلول أنك تقدر تستخدمها كمتسابق. ترى على فكرة ترى هذه مهم ميزة أنك تطلع مع خويك وتقول يا يرجع أو ما أدري، مستحيل مستحيل أنك تكون نجم بهذه العقلية أبدا. يعني فيه حلول منها الإضراب عن البث، من حقك أنك تجي وتتكلم، نسخ سابقة طلعوا منها نجوم، طبيعي ان مشاعرك بتحضر مع خويك، طبيعي انك بتزعل، طبيعي انك بتتاثر، مو بطبيعي انك تهج او تطلع او تقول انا معه، هذا مو بحل يا جماعه، اعلاميا ومهنيا هذا مو بحل. ابو مناحي، والله بخصوص الشباب تصرفهم مثل ما تفضلت انت، احنا ما نطلب منهم التعري من المبادئ او الانسلاخ أو نعم، لا بالعكس نشكرهم على التكاتف، نشكرهم على الوقفة، ولكن أنت في سياسة برنامج يعني في آليات، في يعني أنت ما أنت بهاقين في أبو صالح ولا أنت بهاقين في المدير التنفيذي ولا أنت بهاقين فينا، حنا معكم حنا عليكم، الخطأ إذا بدر نصح، أنت دارك الخطأ،
ولكن الشباب انا بوضح نقاط، ما انا بتكلم كل يعني صراحه اسهب اسهب ناحي بخصوص الشباب وخروجهم. جمهورنا زملائي صراحه مريحه، نتكلم كل طلاقه. يوم جاء مهاب امس واصدر العقوبات على ريان الساهري على علي مناحي، بدا الموضوع او البرنامج ينطلق الى الصرامه، من المخطي اخطات والمحسن احسنت، وهم عليهم اخطاء كثيره كثيره، قالوا اللي بيجي على ريان واللي بيجي على علي من عقوبات حن، وانا بعد امور لا نمسك فيها، يمكن ما عاد نظهر مثل ريان استبعاد منه، لا تعطش ناطره وتحت الهواء، خل حين تدري خل حين نفوز، لا حن مع ريان. طيب يا عزيزي المتسابق، بينك من متعب رضعان يوم استبعد جالس اللي في القريه والطالب، ليه ما قلت احنا مع متعب نظهر ظهرنا ناخذ شناطنا نطلع؟ ايه يوم خذ المتعب اتوقع رجع بعد 5 ايام من مطالبه الجمهور. سبع ايام. ها؟ بعد 7 ايام. 7 ايام، خلال السبع ايام ليه ما وقفتوا مثل ذا الوقفه؟ قلت والله عطاكم يا القناه يا اداره 24 ساعة ما رجع متعب ولا طلعنا. لا يوم رجع متعب الرضعان بموافقة رئيس مجلس الإدارة وكذا، شافوا ردة فعل أن الجمهور يرده، الجمهور توقف معه حسدا من عند أنفسهم وهم لا يفقهون، قالوا لن يكسبها ريان، لا ما يكسبها ريان حالة، يتسترون بقول الخوة. لا كم نسخة من مرت على برامج الواقع، يعني الرجال دولة كلهم اللي استبعد اخوياهم ما منهم قوة، ما هو صحيح الكلام ده، ما هو صحيح. يلي في رؤوسكم من طيب في رؤوس الرجال، يلي فيكم من وقفة في الرجال بوقفون، ما هو صحيح. مرة 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 انتم ظهرتوا بمظهر انكم تمثلون ان احنا اخوة، ضرر اول شيء والله يا ريان الساهري انك بطل هذه النسخه، والله يا ريان الساهري انك برزت وتالقت. انا استاذنكم ان هذه النسخه هي نسخه مراجل. ونسخه ايش؟ ريان الساهري. والله يستاهل بطلها. تدري ليش ابو مناحي؟ نعم. ريان الساهري يوم هو طالع يعني جالس يطلبهم بوجهه، يقول تكفون كملوا، يعني من نجاحهم من نجاحه هو خلاص. إيه؟ هو استبعد يعني بكمل يعني لكل يا اخي مبدا، مثل ما قلت مبدا ريان استقبلهم بيض الله وجهه ونطحهم الشحم والعلم الطيبه، هو يفعلهم يستاهلون ما نقول شيء، هذا مبدا ما يختلف عليه اثنين. انت يا ريان انتم حملتوني انا يا ريان في عاتقي امور كثيره فعلا والله العظيم يا جماعه، الرجال تجزع، الرجال تشوم، الرجال تقوم مقام رجال ومقام جمال، يعني ما هو صحيح يا اخي. حن طلعنا رحنا وصلنا خوينا لهله وربعه وبرفعت رؤوسنا، يوم جاء الرجال وقالوا ارجعوا بيض الله وجيهكم ذويه اهله اهل ريان، والله العظيم ما قصر، يعني ما قصر يا رب، بيض الله وجيهكم والثناء لكم وبيض الله وجيهكم ورجعوا للقناه، لا تحملنا لا تحملنا شيء فوق طاقتنا، واللي حمل فوق طاقتنا انت بتحمل الرجال فوق طاقتهم، انت اللي محملهم يا اخوي والله العظيم، وهم كفر الحبول ما هم والله بيشلونها، ولكن انت يا اخوي احرجت الرجل واحرجت زميلك، انت تتخبى خلف عبات الخوه، يعني ما هو صحيح. اما اني بقى اظهر مع ريان علشان ما يجي مثل ما جاء متعب، لان لو عندهم خبر بأن اللي حصل مع متعب من جمهور مطالبة الجمهور ووقفة الجمهور مع متعب عرفوا انه بيوقفوا مع ريان، زين ولقوا الثغرة هذه اللي ميهب في الأساس انها موجودة ولكن لفظيا خطأ، حنا ما عندنا مشكلة في انها موجودة، حنا عندنا مشكلة في اللفظ، يعني مو صحيح مو صحيح والله. ريان انت بطلها، ريان انت قائدها، ريان انت اللي ماسك زمام الامور. طيب اذا كان ريان هذا يعني كلام من القلب الى القلب ومن العقل للعقل،
إذا كان ريان صاحب الشأن قالكم أو طلبكم بوجهه وقال تكفون كمل وقالها قالها بصدق ترى وقالها بثقة يعني ما عنده أي مآرب، ليش أنتم اللي طالعين؟ ليش أنتم يعني مصممين إنكم تطلعون؟ ودي أعرف يعني وش ذنب شيبانكم؟ وش ذنب أهلكم؟ وش ذنب حبينكم؟ هو هو يا طيب وش ذنب الجمهور يا جماعة؟ هو لا والله أنا أتكلم جد. أول شيء لحظة، الجمهور لها الحق بما تحتم عليها المهنية، تحتم علينا المهنية. أنا أتمنى مداخلتكم في في في, في التاج مراجل 66 تساؤل معلومة تعليق، أنتم صوت من أصوات هذه القناة وهذا الصرح الكبير، حتى استفساراتهم نرد عليها، حتى استفساراتكم راح نرد عليها. هذا واحد. ثانيا، وش ذنب فرق الدعم؟ وش ذنب أهلك؟ وش ذنب محبينك؟ وش ذنب الناس اللي دعمتك؟ وش ذنب الناس اللي دعمتك في دخولك؟ استمرت دفعت معك حصانات أبو إلى يوم 65 يعني برح. ارحموا أنفسكم، والله العلي العظيم حنا ما عندنا أي مصلحة مع من هذا الكلام قسما بالله. يعني هذا الكلام أنا أعي جيدا وأعلم أنكم الآن قاعدين تشوفونا، بس هذا اللي تفضل برح. كم بقى على البرنامج يا ريس؟ 25 يوم ما أدري 28 يوم. يعني مهم متحملين الليالي البسيطة اللي فيها ذا المدة اللي هي 25 يوم حتى فيها تتويجهم يعني مهم منطق. لا هم وصلوا لذا، بعضهم يعني ما وصل للجمهور بالصورة اللي هو متخيلها من نجومية من نجاحات، لأنه ما قدم شيء خلال الفترة الماضية. زين، درى أن الريان أثناء خروجه يوقف الجمهور معه بيطالب أنه يرجع ما عاد بقى للقليل على نهاية النسخة، قال لا، الخوة ابن جامع معوض الخير، ابن جامع لله درك، محمد جامع. شوف شوف طيب. شوف الصير. طيب ابو عنزي، شوف يا ابو فرح، ريان اليوم كان يعني يتكلم معنا في موضوع المفردة اللي تكلمنا فيها، وقلنا ريان حنا بنتقصها من الحقائق وبنظهرها في فقرة خذ العلم هذا المساء، وفعلا هذا اللي صار. الشباب حملوا ريان حمل ثقيل ثقيل ثقيل، أنا متأكد أن بعض الريجير اللي طلعوا ما يفقه هذا الشيء. نعم، يعني يا أخي ترى جلوسك في القرية تراه أرحم الريان من خروجك. كم رجال طلع حملوا ريان حمل ثقيل، والله العظيم انهم حملوه فوق طاقته، وهو قده ولكن احنا، لكن انا وانا اخوي ريان من مبدا الخوه ومن مبدا يعني المحنيه الريان، والله نحن من هذا الموقف ونجلس محنيه الريان. صح الريان افتخر اليوم وشاش يوم شاف زملائه يطلع يعني طلعوا معه موقف بطولي ما ننكره، ويشكرون عليه يشكرون، وريان يستاهله، لكن حملوا ريان حمل كبير، والله العظيم انهم يعني انهم حملوه حمل ثقيل، يعني لو بعضهم يفقه هذا الحمل ان يرجع ويحن ريان من الموقف هذا. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، الشباب يعني ضربوا على وتر الخوه. مبدا الخوه ليس بهذه الطريقه يا حبيبي. انت في برنامج فيه منافسه، في برنامج له الياته وله قوانينه وله تعليماته وله ما له يعني من الأشياء الكثيرة اللي يعني لا يمكن حصرها. أنت إذا بتعمل على مبدأ الخوة في البرنامج، أحسن إلى زميلك، أحسن الألفاظ معه، أحسن التعامل معه. ريان في ناس طلعوا من البرنامج اليوم وقوفهم مع ريان ما كانوا يحترمون ريان داخل البرنامج، كانوا يتلفظون عليه، كانوا يسيئون له، وظهرت على البث، وكانوا يعني عارضونه في أشياء كثيرة داخل البث، بس اليوم ما شاء الله ظهرت الخوة. يعني واضح ان الضرب فقط على وتر الخوة، يعني وهذا يمكن يكون يعني جلب للاستعطاف او تلميع يعني بعض الافكار، او تلميع بعض الافكار مثل ما قال ابو فرح. مبدأ الخوة ليس يعني بالعشوائية اللي صارت اليوم يا جماعة، اليوم صار عشوائية عنيفة، صار عشوائية يعني بشكل رهيب ما قدر أوصفها. تلقى لك اثنين
صاملين انهم يطلعون، اثنين هدوا شوي قالوا بنرجع، واحد محايد لا مع ذولا ولا مع ذولا، الباقي كلهم ما يدرون عن السالفة. اكثر من 8 إلى 9 اشخاص طلعوا الشباب طلعوا معهم، ارجعوا الشباب رجعوا معهم، يعني ان فيه ناس طلعوا اليوم وهم مبتلين والله من اشخاص كبير هم اللي يعني أثروا وضعوهم في موقف حرج. كم شخص على اللي وضعهم في موقف حرج؟ لا يقل عن 8 إلى 9 أشخاص. 9 باقي 5 7، الخمسة ذولا يقولون خلاص سمعنا طاعة. هذا اللي أنا أقول لك، يعني ضربوا على وتر المبدأ القوة. هذه خوة، هذه والله يا رجال يرجع إنه فيه اللي فيه وفيه اللي فيه وفيه اللي فيه. طيب يا أخي أنت الحين تبليت الناس يا أخي، أنت الشخص اللي أنت أجبرته على الخروج وهو مجبر على الخروج، هل أنت تعلم بظروفه الشخصية؟ هل أنت تعلم بظروف أهله؟ هل أنت تعلم بظروف حياته؟ يا أخي إذا أنت طلعت وراك خير وراك عندك أبو وعندك مال وعندك قوة، غيرك يا أخي طلع وهو ما عنده أبو ولا عنده بيت يسكنه ولا عنده حتى سيارة يركبها، والله يا فيه ناس إنهم طلعوا اليوم وحلف لكم بالله إن ما معه حتى 100 ريال أقدر أسكن بها في غرفة. طبيعي جدا، هذا يعني احوال الناس، يعني في ناس تحملوا، في ناس ابتليوا اليوم بالخروج وهم ما يقدرون. عموما وده بالشيء اللي جمله، وده بالشيء اللي يستطيع لكن ما يقدر، الله اللي عطاه الشيء هذا وابتلي اليوم وطلع مع اخويا غصب، لان جلوسه بيكون ضده، لو جلس قال انا مو برجال. اي نعم نعم نعم. طيب وهذا غير صحيح، لو جلس حق من حقوقه، لو جلس شخص واحد من الاشخاص اللي طلعوا يعتبر حق من حقوقه انه يجلس. انا جاي انا واقف انا جاي متسابق في برنامج مراجل، انا ما جيت ادافع عنك وتدافع عني. انا هنا في برنامج وانا وراي لا جزامات وراي شروط جزائيه. والله بيض الله وجه ريان طلبهم. انا لا جلست، اي انا لا جلست، اشهد بالله والله بعذري، اشهد بالله ان طلبهم والله طلبهم وان ما خلى من ما خلى من الجاهيات ولا الطلبات شيء، لدرجة أن جانا قال تكفون وطلبهم معي يرجعون. يا أخي حي عينه والله العلي العظيم، منها نسخة ريان قسما بالله العلي نسخة العظيم. ريان نسخة ريان الساهري رب الكعبة، أنها نسخة ريان الساهري، شاء من شاء وأبى من أبى. يا أخي جالس يطلبكم هنا وجالس يطلبكم هناك، يعني أنا ودي أعرف، أنا ودي أعرف يعني وش الفكر اللي موجود عندكم اليوم أو موجود عندكم الآن وأنتم قاعدين تشوفونا اللي يقول وانت بتوصل. يعني انت الان مرتبط بعقد قانوني مع قناة الواقع ومعلومة معكم الى بكرة الساعة 8 مساء، بعد معناته الى 8 بعد الى 8 الى 8 حن، مهما كان قناة الواقع تقدر ظرفك الى اخر رمق والى اخر لحظة وإلى آخر، يعطيك إلى آخر إلى آخر حل، وهذا ديدان الواقع يا أبو. إلى 8 مساء 8 دقيقة راح تتخذ الإجراءات القانونية في حق كل شخص ما يحضر بكرة يوم الأربعاء الساعة 8 مساء مهما كان ظرفه، إلى جميع متسابقي برنامج مراجل نسخة ريان الساهري، نسخة ريان الساهري أو كما يحبون أن يسمونها. هذا الكلام اللي يجب على الجميع سماعه ورؤيته وفهمه. أن جيت متسابق، جيت تقدم مادة، جيت تقدم محتوى، جيت تشرف نفسك وأهلك وربعك ومجتمعك ومحبينك وجمهورك اللي كسبته من القناة ودعموك من قبل البرنامج بأسبوعين في التصفيات إلى انطلاقة البرنامج إلى 65، يعني موقفكم البارح أنا أشوفه موقف غير جيد وغير موفق، وفكرة كانت غير موفقة وتنفيذ غير موفق. يعني أنت داخل في الشهر الثالث من 5 أيام أخذت، وداخل على عيد الأضحى يعني قبل العيد بعشر أيام أو 15 يوم تبي تنتهي، يعني أنت دخلت في شهر آخر شهر 8 ورمضان والعيد وتحملت الخسائر والناس والروحات والجيات، آخرتها تقول أنا ما أترك خوي، ما هم منطق والله العلي العظيم. هم تهربا يا أخي يا عزيزي، يتهرب من خرج اليوم بعذر، إحنا واقفين مع ريان، يتهرب من العقوبة اللي بتصدر فيه
من العقوبات اللي جاية. ليه؟ لأنهم ظهروا بصور غير لائقة وأنت ما بخس. أبو حمود أنا صلوا عني. طيب أنا أتمنى اللي يشاهدنا الآن أو يسمعنا استرخي ويسمع كلامنا جيدا، كل ما سبق والكلام اللي بقوله الآن. خلونا نسترجع ما مضى من برنامج مراجل واحد إلى البارح. هل موقف المتسابقين مع ريان هو الموقف الأول في هذه النسخة؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال. هل ريان الساهري هو أول من غادر هذا الكيان؟ هل وقفتهم مع جميع المتسابقين على سبيل المثال، هل وقفتهم مع ريان الساهري نفس وقفتهم مع محمد بن جامع؟ مع العلم أن الطابعين يختلفون، يخرجون من أجل واحد ويذهبون يطالبون لخروج واحد، هل هذه القوة؟ لا، انتهت الفكرة النبيلة حقتهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خلنا نرجع بعد مع ريان وتواجد ريان في ساعات البث. هل كان المتسابقين بشكل إعلامي يعطونه باصات؟ هل كان ريان الساهري متواجد في كل حدث على الشاشة بحيث المتسابقين يقولون وينك يا ريان؟ لا جمال لهذه الشاشة إلا بوجود بصمتك يا ريان. مو صحيح. ريان كان تأتي أيام طويلة يحضر في البث ويجلس، ما يلقى أحد من أخويه يجي جنبه ويجلس معه يقول وش علومك ولا وش مضايقك يا ريان. شوف يا أخوان، ممكن تسوقونها، ممكن تتكلمون، في جمهور ممكن يصدق، في جمهور ممكن ما يصدق، لكن أحياناً في بعض المواقف تخليك تصحى من النوم يا نايم. يعني ما هم معقول أن حدث في ساعة أو في ساعتين تنسينا الماضي كله، الماضي لا ينسى، ومستحيل أن حسنة واحدة تمحي كم من الأخطاء، مستحيل. أحسنتم مع ريان؟ أوكي أحسنتم مع ريان، تراكم حملتم ريان، بس ترى ما أحسنتم مع محمد جامع. واحد. اثنين، أحسنتم مع ريان؟ نعم أحسنتم معه في اليوم الأخير، بس ما أحسنتم مع طول البرامج. ثلاثة، ريان طلع في الكوفي شروم وكان يعبر عن وجهة نظره، وينكم منه؟ ليه ما طلعتم أنتم دافعتم عن ريان؟ ولا كنتم تطالبون بس عن تيوس حمر وعن أجازة وعن مطاليع وعن عيشة؟ وش تطالبون عنه أنتم؟ شوفوا يا أخواني، إذا كنتم مع العلم أن اللي طلعوا هم ثلاث أقسام، اللي طلعوا مع ريان ثلاث أقسام، قسم محايد الراحوا راح ونعودوا عود، وقسم هذا والله الإمعة، هذا قسم لو قالوا مشينا قالوا مشينا عودنا قال عودنا، هذا قسم. القسم الثاني درى أنه طول البرنامج ما فاز بشيء، قال ولد ما عادها بلحية تنتظر، شلها بجنبك وتصدر. مثل ما قال أبو مناحي في يوم من الأيام في أحد فقرات خذ العلم، نسخة تصميم تصدر يا الذيب. هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث اللي هو ريان الساهري. ريان الساهري بولي، تدرون الريان الساهري الآن يقول ليتني والله ما اعترضت وليتني والله قلت تم وطلعت مع الباب. تدرون لو ريان الساهري قال تم أوكي قبلت القرار وطلعت مع الباب، لكم الله ما أحد يوقف في وجهه، لكم الله ما في أحد من المتسابقين يقول لا يا ريان لا تطلع نبيك، مستحيل. ليه؟ في متسابقين طلعوا في البرايم ما سمعنا ذكرهم، لم يذكر أسماءهم، يطلع من البرايم تعود الدق في النعمة. أليس الخوة أنك تذكر خويك أو تسمي لوكيشن باسمه؟ أتعلمون يا نسخة ريان أن عندكم فكرة لو أن كل لوكيشن سميتوه باسم متسابق غادر في برايم كان أضيف لكم؟ وينكم؟ مشرف وش علوم مشرف يا أخواني؟ يعني أنا ودي لكم تبسون على مشرف بالخير، يعني أنا ما أدري وين مشرف، هل أضطر منكم مشرف؟ عبد الله الجريبي راح، عبد الله الجريبي وش ذكرتوا به؟ مجسم وحط لي صورته بالله، يعني هل هذا يعني منبر الخوة يعني؟ ولا تدرون طال عمركم انها ريان طال عمركم يفوز بها؟ قال والله ما يفوز بها، وحملتوا ريان فوق ذا الحين حمل فوق حمله.
يا الربع والله يا المطالبات اللي بتلحقكم انها على ريان، والله يا الغرامات والشروط الجزائيه انها على ريان، واللي بيتحملها ريان لانكم انتم حملتوا ريان حمل ما يطيقه. جو ريان وجاذوي واهل الشان وقالوا حنا طالبينكم، حنا اهل الشان، الشان لنا مو لكم، لنا نحن، اتركوه بيض الله وجيكم، خلاص فزتوا بالموقف ارجعوا كملوا. قلت لا ما نرجع لبريان. ريان يا اخواني يقول عودوا، خلاص عودوا، انتم طلعتم علشانه، الا انتم طلعتم علشانه يقول لكم عودوا. هنا عاره. هذا الحين العصايه بعض الاحيان تورد التهلكه. ابو محمود لا بعضهم يقولون جينا بيوت خذت التيفي، لا هم يقولون بيد ابو ريان الله يطول عمره ويخليه له ريان ويخليه الريان، يقولون لا لا تطلب له فوق طاقتنا. تدري وش معناها؟ وش معناها؟ ما عاد عندنا شيء يا ابو ريان، لا تحرجنا لا تحرجنا. تدري ليه؟ يعني المشكله انهم يقولون لو طلبتنا واحد من عيالنا ولا اخواننا اعطيناك، لكن ذي لا، ولكن احنا نرجع له. ايهما اصعب جمله وتفصيله بالعقل؟ ايهما اصعب مجازيا ومعنى؟ اذا لها مجازيا ومعنى فالعوده اسهل. هل العوده اصعب من انك تعطيه اخوك ولا ماما؟ لو انهم طيب. طال عمرك قالوا اليوم خير طالعين في شف اخوينا طلبتك فشل وفي عجب عينه وطلعتها ترشحه بيض الله وجيهكم ورحم الله والديكم كثر الله خيركم، واما انت يا عود والله نجاحك غالي مثل ما ولدك غالي، والله غالي مثل ما ولدك اخو، انتبهوا على خشمي عقب ما نحب خشمك وناخذ العطاء هدايا كلها مديتها لنا، والله ما نمشي الا في القناه في عجب عينك. هذا الصح. حاكم فارغين يا ولد، تحضر وتصيب يا ولد. المشكله انهم لو عطوه ترى رجعوا للبرنامج بموقف انهم لو حقا وقفوا بجانب ريان عادوا بطلب من ريان وشايبه، طلبوكم سبب كبير وجيه طلبكم شايب ريان. سؤال، هل عين طلبكم ريان وعييتوا، شايب ريان وعييتوا، صف ريان وعييتوا، ما انتم عودين؟ بس ريان انت ما هو معود، ايش بتسوون الحين؟ كيف الطريقه؟ يعني هل المحتوى حقكم انتهى بمشهد انكم لا اعطيتوا الطالب ولا عدتم؟ طيب 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 كما عودنا الجمهور، اول شيء احنا حريصين على 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 صوت الجمهور، وصوت الجمهور احنا شايفينه وحاسين فيه وراح نعمل فيه مهما كان. صوت الجمهور غالي عندنا ومسموع. هذا الواقع يا ابو قحط يقول ما نبيهم يرجعون، نبي نسخة جديدة بنفس نقاط المنسحبين ويكملون الباقي من البرنامج. طبعا ابو حمود توضيح للآلية، طبعا بكرة الساعة 8 حضر متسابق واحد حلو، البدلة 15 معه صحيح نفس العدد الموجود، حضر ثلاثة البدلة 13 وهكذا. ما حضر أحد يطبق الإجراء القانوني ويفتح ملف جديد. البرنامج الجميل كذا ممكن سكريبت 3. أنا مع احترامي للمتابع سكريبت 3 اللي غرد اي اللي غرد في الهاشتاج ويقول وراح نستعرض تغريداتكم. اي طيب الان هذا احترم وجهه نظره، اللي يقول اعطونا متسابقين الواقع يا ابو قحط، اي اعطونا متسابقين بنقاطهم وخلونا نكمل باقي البرنامج. انا معك في حاله واحده، لو حنا بادين لو التصرف هذا تصرف في 10 مراجل في 11 مراجل كان صح بدايه البرنامج، ولكن الان انت في المنعطف الاخير، يعني يجيب رجيل لمدة 20 يوم حتى ما وصلوا صوتهم للجمهور، ما تقبلهم الجمهور، ما فهمهم الجمهور في فترة وجيزة. لا يا ابو حمود انا اشوف برنامج جديد. ابو حمود شف جميع السيناريوهات. ابو حمود دائم في قلبي وانت جميعا كذلك، جميع السيناريوهات واردة. في حال عودة متسابق واحد فله الحق في الاستمرار، يعني الرجع متسابق فحنا مجبرين نجيب البدلاء. انا معك، لكن السيناريوهات يعني توقع اي سيناريو ممتاز. يمكن يمدد في البرنامج ممتاز. علشان المتسابقين اللي جو يمكن يمدد،
20 يوم، يمكن يمدد شهر، يمكن يمدد 10 ايام، يمكن ما يمدد ممكن. يعني جميع السيناريوهات وارده، لكن احنا نقول في حال عوده حتى لو متسابق واحد له الحق، فقناه الواقع تقول له الحق انه يجي ويكمل مسيرته، وحنا بامكاننا تحمل يعني المتسابقين الجدد ونتحمل يعني قدومهم ونتحمل يعني الجلوس معهم. نعم بالضبط، الجلوس معهم وتوجيههم وجميع الاشياء والسيناريوهات اللي يحتاجها، اللي تحتاجها يحتاجها البرنامج وتحتاجها استمراريات البرنامج، احنا جاهزين لها. نعم، لكن اذا ما جاء ولا متسابق بكره الساعه 8 ودقيقه خلاص تنتهي نسخه مراجل ونبدا نفتح ملف سكريبت ثلاثة مع تطبيق معه. الشروط والإجراءات القانونية لكل أو على كل متسابق من المتسابقين اللي خرجوا. أختنا هناء تقول لدرجة إن ثوبه تقطع، ثوب ريان تقطع من كثر ما يطالبهم يجلسون بالقرية فعلا نسخة ريان الساحري. الله 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 الله. تقول لي يا إخواني يعني شوف أمانة الجمهور الآن وصل مرحلة إدراك إنه يقول ولد حنا نقول لهم ارجعوا محبة لمستقبلهم إنهم يكملون مستقبلهم ويكملون أحلامهم، لكن الواقع يقولون وش حن بتذكر؟ أنت ذكر قدر أبو صنادح ولا أنت ذكر تواجدهم وفواصلهم؟ يعني الجمهور واعي يقول ارجعوا لمصلحتكم، وإذا ما رجعتوا يعني تعالوا نفداكم ولا تحرص، يعني تعالوا نفداكم أي طالبكم ما تحرصون. الجمهور يقولون عشان مصلحتكم ارجعوا، واذا ما انتم راجعين والله ما ذكر منكم الا قدر وحذف في المطبخ. الله اكبر يا المحتوى اللي كان طاغي على والله يفقر فقر محتوى. اختنا مون تقول والله انفزعتهم في غير محلها، لو كانوا يعقلون كما كان كملوا نسختهم وواصلوا لنهايه البرنامج اخوتهم يشكرون عليها. يا جماعه ترى الجمهور واعي، والله العلي العظيم انه واعي، اخوتهم يشكرون عليها، لكن مو في مسابقه، مو فريق واحد هم علشان يسحبون جماعيه مع المستبعد. هذه مسابقه كل واحد فيهم جمهوره تعب وصوت ودفع علشان يشوف نجمه في الصف الاول. يا رب يا رب يفهموني. دقيقه سلطان، تذكرون سالم عدي يوم طلب في احد تغريداته انهم يصوتون علي مناحي؟ الله، ليه ما طلب سالم عدي انهم يصوتون الريان؟ الله عليك. ومع العلم يا ابو حمود، ومع العلم ريان من ضمن الاسامي المنافسه على فارس الجمهور. ليه؟ وين الخوه؟ ما ادري. يعني صراحه ما تبي تحاضر تحاضر ما تبي تغير. طيب مبارك السخيل. لا يا رجال ما هو بقايد. شف شف شهاده ايش تقول؟ الله اي والله نبي السكريبت يا رب ما يرجعون. الله يا حول ولا قوه. تحياتي لك يا اختي شهد، حياتي لك. ابو عنزي كيف شفت اراء الجمهور الثلاثه اللي احنا قرينا تغريداتهم؟ والله انا شف انا قاعد اتابع التاج. في واحده هنا نوره تقول خلاص ارجعوا عشان جمهوركم عشان اهاليكم بتحملونهم الشرط الجزائي، ارجعوا يوم متسابقين، نبي تصفيات برنامج جديد لا يرجعون. يعني ردات الفعل انهم يعني الجمهور واضح انه زعلان جدا من رده الفعل اللي صارت من اليوم. حقهم من حقهم والله. يعني شوف والله العظيم يا جماعه كلمه حق تنقال، والله اللي يشهد عليها ان جلوسهم وخروج خروج ريان واستبعاده الحاله اقسم بالله انه في صالح ريان، وخروجهم مع ريان اقسم بالله انه افسد خروج ريان وافسد نجوميته وافسد فوائد استبعاد ريان كلها محاها محو. اعلمك بوضح لك النقطة هذه بس في ديتك. شافوها في متعب رقعان نفداك، حينما استبعد متعب رقعان كانوا ما يدرون ان الجمهور بيوقف معه وبيطالب رجوعه، فلذلك ما قالوا بنطلع معه. يوم رجع متعب لا نكذب على بعضنا صح. من ردودهم على الشاشة معهم جوالات شافوا ردود الجمهور على متعب وشافوا وقفة الجمهور مع متعب، قال لن يكسبها ريان، لن يكسبها، لن تعاد هذه. لا يا حبيبي مشينا متعب بس ما مشي ريان. طيب. لله درك يا ريان، لله درك يا شيخ. طيب هايدي تقول بصراحة ضروري رجوعهم، يا أخي فكروا بأهلكم قبل تفكرون بالأخوة، فيه بعضهم دخلوا أهله
أو أهلهم حطوا فيهم الأمل أمهم أو أبوهم وين حبكم لهم وفكروا بالعقوبات والشرط الجزائي. تدري يا سلطان أتحداهم يبقون مع بعض طيلة مسيرتهم الإعلامية. عندي سؤال لكم يلي طلعتم مع بعض باسم الخوة، هل لو عبد الله سعيد، أنا قلت عبد الله سعيد لماذا؟ لأن معه رخصة تمثيل. هل عبد الله سعيد لو راح مثل في أحد الأماكن هل بيأخذكم كلكم لا ممثلين؟ لا طبعا. أبطال ولا كومبارس؟ كيف بيأخذكم؟ كيف ينفعكم يعني؟ هل بيجيبكم تضبطون سيناريو جزء منكم وجزء منكم يطبق؟ يعني هل بتكونوا كلكم في أي مشهد تروحون له؟ اسألوا نفسكم السؤال هذا، هل اللي بيروح بتتيح له فرصة إعلامية؟ هل بيقول لو سمحت أنا شكراً على العرض هذا لن أقبله، أما أقبل أخوياي معي ولا لن أقبله؟ اسأل نفسك السؤال ده وجاوب. طيب حنان تقول الهاشتاج مليان عقلانية ومليان تغريدات جمهورنا واقعية. جمهورنا عقلاني يا أخي، جمهورنا منطقي، جمهورنا واقعي والله، جمهورنا ذو حق يا أخي، جمهورنا يشكر الصراحة. طيب الله يشكر. حنان تقول الكيان ثابت، البرنامج قوانين الأهل احترام، المفروض هؤلاء لم يحترمون جمهورهم والشهر الباقي من برنامجهم، لذلك لا نرغب بعودتهم، الرجاء البدء بالبرنامج الجديد فورا. أحسنتي، بيض الله وجهك. وتبين الصدق؟ لو انهم ثمنوا الكلام ده كان ثمنوا كلام ابو صالح يوم عطاهم 3 ايام، لو انهم بيثمنون كلامش كان ثمنوا كلام ابو ابراهيم اللي كل ما قالوا شيء قال ابشر، لو انهم بيثمنون كلامش كان طاعوا كلام ابو ابراهيم يوم كل ما قالوا المدير التنفيذي ولا كل ما قالوا رئيس مجلس الاداره قال ابشروا، لو انهم بيسمعون كلامش كان وقع في قلوبهم من البارح، لكن الله يكون في عونهم. كان ثمنوا طلبه ريان اليوم، كان ثمنوا طلبه ابو ريان اليوم. فافي تقول خلهم الله يستر عليهم رجعونا جيبوا سكريبت. الله جمهور جمهور يعي ويعرف النجوم والبرامج اللي تصدر النجوم. نعم. طيب فيها عندنا ايضا سوير تقول يبون يرجعون يرجعون، ما يبون يرجعون ترى الجمهور بيسحب عليكم بيتابع النسخه الجديده، حرام تطلع وباقي شهر بلاش لا بلوشي لا مركز ولا جمهور، ارجعوا عشان أنفسكم. أنا أتمنى أن هذه الأصوات الأخيرة التي تطرق أبواب قلوبكم تبلغكم بالرجوع إلى برنامجكم وإلى الشاشة يا متسابقين أبو مراجل. أبو فرح، في واحد يقول اللي يجمعه مثل 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 يقول اللي يجمعه النمل في بيته يأخذه الجمل الجمل في خفه. في متسابقين يشتغلون طول البرنامج، طول البرنامج يشتغلون يجمعون مخططين إيه؟ للستيج، نعم. مخططين للمراكز، جو الذئب وتسببوا عليهم. طيب بقول بقول 3 ابيات بعدها بنختم، لان اخذنا اراء وثناء وانتقاد وطلبات الجمهور، يعني والله العظيم يعني لو بقرا التاج يمكن يجي الفجر ما خلصنا. رسائل اخيره ابغى منك، رساله اخيره. الرسالة اللي من القلب، يعني جميع ما تجاوزتوه من حلوة ومرة من تعب وشقى وحزن وفرح لا يروح خلف عباة مصطنعة اسمها الخوة. لا تضحون بأنفسكم بهذه وليست بصحيحة. أتمنى أنكم ترجعون لعقولكم وتفكرون. أنت جيت بذلت الغالي والنفيس إلى قدومك هنا رمضان شهر الخير والبركة، ضحيت به، ما صمت مع عمك مع أبوك مع أخوانك مع عدويك وصمت هنا يا جماعة في سبيل وصول الجمهور. يا جماعة والله العظيم التاج ممتع، قسما بالله ممتع. أنا أستاذنكم لازم أقرأ، والله بقرأ. يقول تقول سميتا ما نبي احد بديل، نبي رياليتي نجوم النسخ السابقه، هذا وجهه نظر. سكريبت 2 والبزنس 1 والبزنس 2 وجنتل وكاريزما، نبي نعيد الذكريات، خلاص ما نبي بديل، لا يرجعون او لا. يعني يكملون الايام الباقيه ذي بالنجوم ذلك. بالنجوم شهر ميكس من النسخ السابقه مثل برنامج الروش الرمضاني. عنه راين سديد على الاقل اطيب خطرنا ونستانس وتستانسون وتلقون محتوى خاثر ما هو بقدور ان تحذف.
ابو عنزي وش تقول في سميته يوم تقول نبغى المكس من البرامج السابقه خلال الشهر الباقي وبعدين تبدون في البرنامج الثاني؟ والله هذه امنيه تعتبر سميته لكن لن تحصل. انا الكلمه الاخيره اللي بقولها انا يعني اقول للمتسابقين ان الساعه 8 ودقيقه بكره سوف تتغير المعادله وسوف يكون الوضع مختلف جدا وسوف يعني يكون فيه اجراءات وحياه اخرى، يعني ما قبل الثامنه ليس كما بعد الثامنه. موعدنا ان شاء الله بكره الساعه 8 ان شاء الله. نتمنى والراي عندكم يعني والراي في روسكم، نتمنى انكم تحضرون ولا تحملون انفسكم فوق طاقتها. وراكم ناس، وراكم اهالي، وراكم جمهور يعني يرغب في عودتكم، ووراكم ناس يحنونكم يعني من الشيء اللي يمكن ما تحتالونه. لودي تقول يا ليت تستعجلون برنامج سكريبت 3، هذولي ما عندهم الا الهياط. ما عندهم الا الهياط. طيب شوف، انا برجع واقول لنا في رسول محمد صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، اللهم صل وسلم، احد حديثه معناها يقول لا تغضب. اليوم في حلقة بدر الحسين جاء أحد الضيوف وتطرق للصبر، أحد مراحل الصبر أصبر ساعة، أصبر ساعة. قال متى تصبر ساعة؟ قال إذا غضبت. فالمفروض أن الواحد إذا غضب أو اتخذ قرار أنه يركض في وقت غضبه، إذا كان اللحظة الآن عطها بعد ساعة ورجع لقرارك وقرر، وإذا كان قرارك في ليل اركض الى الصباح وقرر. حامي ما ينفع. اولا واخيرا انتم قررتم وحنا نصحنا فوق وتحت الهواء، حنا لكم الناصحين. من باقي له حلم في عاد المجال مفتوح له للساعه 8 انه يلحقه. ترى والله انها كلام محب، الان بعيدا عن النقد، بعيدا عن طاولته خذ العلم، بعيدا الان اتكلم من صميم القلب، واتمنى انه يصل للي يستوعب الكلام او اللي يدخل ان شاء الله كلامي عقله قبل قلبه. اذا باقي لك حلم او باقي عندك طموح او باقي معك عزم او باقي عندك محتوى فارجع وكمل. والخوه طال عمركم ما حد يشكك في عمره، يقول ما يستشك يا حسين كود الرديين، لذلك تكرمون انتم منهم. لذلك اللي باقي له حلم يرجع ويروينا جيده. ريان وطلبكم، شايبه وطلبكم، شيبانكم واهلكم انتم بمعرفه طلبوكم ترجعون الان. القرار عندكم، ان عدتم فالخير واهله، وان لم تعودوا تاكدوا ان الجمهور هو ملك هذا الكيان. حلو الكيان، ملك هذا الكيان، وبيقعد الجمهور يقول اعطونا غيرهم، خلوا اللي راح الله يسمع. هم قالوا ما بيقعدون يقولون، قالوا الان. عند فاتن الدوسري تقول ابو ناحي لا يرجعون زعلانين عليهم ما نبيهم، اذا بترجعون رجعوا ريال حالهم معهم متسابقين جدد. يستاهل ريال. والله ريال بحكم انه فارس هذه النسخه، بحكم انها مسمى النسخه هذه باسمه، لو يرجع ونكمل معه بنجوم ثانيين شوفنا حلوه يعني. يستاهل ريال. والله يرجع مقدم على ذولاك. طيب ابو عنزي، فيه رزان تقول صح وقفتهم تحسب لهم، بس ما احترموا الجمهور اللي يدعمهم ولا احترموا رئيس مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم الحسين. ما احترموا القناة اللي عاشوا الجمهور معها، ولا مالك القناة عاشوا معها شهرين وخمس أيام، يعني بينهم زادوا ملح يعني مع التصفيات شهرين ثلاثة شهور. أبو صالح كان يدخل عليهم يقولهم يا عيالي وش تبون، يا عيالي وش ناقصكم. والله أني أذكر هذه اللحظة، آخر دخول كان أبو صالح إبراهيم الحسين، كان يدخل كان داخل مع ركان السهلي يقول لهم وش تبون يا عيالي، وش ناقصكم، أنتوا تبون شيء، ناقصن عليكم شيء، في شيء تبونه، ترى الأمور يمكن ما وصلتنا، علمونا باللي تبونه. يعني هذا ينم على أن فيه إدارة تلتمس أبسط الأشياء اللي يمكن يحتاجها المتسابق وتوفرها لهم. ومع العلم لكن للأسف خيبوا الهبوة. شفت أبو صالح في الجروب يبي يقول يا الربع شوفوا يوم خلوا بعض المتسابقين ولا يجون كلهم عند البل وعشيه بغير الجو،
أيوة. يقول مدح يا ابو صالح. اي والله ليت بكمله تقول. يقول خليهم يجوني عند البل وعشيهم طلي. يسيرون عليه. ايه باقي يبغاهم يسيرون عليه. وعشيهم طلي. والله يقول خطارهم. اكثر نسخه سيره. اي وسعوا خطارهم يستانسون شوي. هم النهار الثاني ان شاء الله يرجعون. ابو صالح. يا طيب راسك. الله يصبحك بالخير. يعني انا ما ادري ابو صالح اذا انت رانا الان الله يحفظك والله ما ادري في البر عندك تلفزيون ولا لا. لكن والله يا طويل العمر ترى الربع المتسابقين طال عمرك مستحيين اذا شافوكم مقبلة عليهم طقوا ما عادهم والله وجيه. في تقول يا حسافة البرنامج الرمضاني اللي راح حسنة وجت بداله هذه النسخة. أوه. اللي ما كملت اللي حرمنا من سكريبت 2 البزنس 3 بعض النسخ اللي كانت ممكن تدمج في البرنامج الرمضاني. نعم. شو تقول ابو مناحي؟ يا اخي والله العظيم المفروض ترى المفروض احنا في البرنامج الرمضاني. نعم نعم, نعم 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 مثل الروشن مثل ايه البرامج اللي قبله الرمضانيه. ولكن ابو صالح ابى قال لا نسخه راح اقدم مراجل في رمضان يشلون والهقاوي فيهم كبار وان شاء الله عند الهقاوي. لكن جمهور منصدم حنا كلنا منصدمين يعني يعني ترك واضح اللي يقول ذاك ترك واضح واضح. تدرون يا الربع انهم محرموا نفسهم الفرصه المهنيه في هذا الكيان انهم هذه النسخه اتوقع اللي ما راح يكون منهم احد مقدم في هذا لحظه الكيان. لحظه احلام والله ما شفتها ادري احلام تقول سبحان الله شوف كيف التخاطر اذا ما رجعوا المتسابقين يا ليت قناه الواقع في النسخه القادمه لا تاخذون احد منهم مقدم. مستحيل احد مستحيل مستحيل مستحيل, مستحيل. يعني شايفين مستحيل. يعني انت تتوقعون يا متسابقين هالمنظومه وهالطاوله والرئيس التنفيذي والاعداد والجمهور ان احنا خطا وانتم صح. مو صحيح. حدث العاقل بما يعقل. حدث العاقل بما يعقل. انا اتمنى الرسائل وصلت لمتسابقي مراجل ابو فرح يقولون اوبر عليه طلب يطلبون المتسابقين طال عمرك علي زحمه. احنا نتمنى اولا احنا نتمنى لهم التوفيق. ما زال عندهم في بعض الاشخاص اللي انا اعول عليهم كثيرا في برنامج مراجل مهما كان احقاقا للحق. بعضهم من اللي طلعوا امس الى من 5 أشخاص إلى 6 عندهم الكثير ممكن الحياء والسحاء والتقدير والمجامله غلبت عليهم وطلعوا. لكن انا متاكد من 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 هذا المنبر ومن هذه الساعه وهالدقيقه انهم راح يعيدون حساباتهم وراح يفكرون بكل منطق وبكل عقلانيه ويكونون اول الداخلين بكره لهذا المنتجع اللي راح يكرمهم وراح يكون في ستيج للنهائي. ركزوا معي في هذه النقطه. ان شاء الله ما يرجعون. ان شاء الله ان شاء الله ما يرجعون. انا بوصلهم رساله لا تصيرون نسخة مبتورة. وأنتم من بترتم هذه النسخة أنتم بأنفسكم بيديكم اللي بترتوا نسختكم. كملوا هذه النسخة. النسخة هذه عندها الكثير. النسخة هذه فيها نجوم. التكريم في الحفل النهائي والوقوف على الستيج النهائي شيء كبير وشيء عظيم لأي متسابق. وراح تذكرون كلامي مو بأني أنا كمقدم كلامي كأخ. راح تذكرون لذة هذا الشعور في وجودكم على ستيج النهائي وانت تكرم حتى لو لم تكرم. مجرد وقوفك جنب اخوياك ولابسين اللبس الموحد ايا كان وقتها والكاميرات تصورك من يمين ويسار واخوك وعمك وابوك وعائلتك يشجعونك هذا شعور لا يشترى. شعور لا يشترى قالها سلطان السمي في مراجل 66. انا اتمنى تصل هذه الرساله بكل ما احسها الان. مركز أول، مركز ثاني، مركز ثالث، نجم جمهور أول، نجم جمهور ثاني، نجم الرياليتي، عدد الألقاب اللي تخص نسختكم. يعني فيها أكيد دروع، فيها ألقاب تخص هذه النسخة. يعني أنتم ممكن توصلون للستيج النهائي 13 شخص 10 مكرمين. أمانة ثلاثة حتى المتابعين لهم اسكارات حتى يا رجل أحرام وشو؟ حتى المتابعين لهم اسكارات حرمتوا. والله العظيم حتى اسكار الجمهور حرمتوا، يعني الناس شغالين فيها 65. تدري يسوون اليوم ايش عليه؟ ما هو على المتسابقين، ضاع الاسكار. يسمحون اسكار ما شاء الله. انا بس ودي تبلغهم ان احنا امس او قبل امس بدينا نعمل على حفلهم. والعمل الجبار اللي منشدينه جبارين والكلمات
والتعب اللي احنا مقبلين عليه لإظهار حفلهم النهائي صورة حفل النهائي غير لأنها نسخة غير. ولكن والله عاد كنت محضر ترى أشياء حلوة لحن حلو وننبه على لكن حاجة لكن بقولكم النسخة الجديدة انت فرغ لهم ونستانس نعم نعم ونحط نعم جميع الأفكار هذه لهم نذخرها لهم نعم لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ننبه على حاجة واحدة يا أبو فرح رسالة أخيرة لا يجينا بكرة واحد يطلب ولا ينطل غترته ولا ما عاد فيه ما هي بلحية الطباخ خلاص انتهت يا جماعة زي ما عملتونا اليوم ترى أنا بنعاملكم بكرة والله الحين مراية والله ترى زي ما عملتونا اليوم بالذات أنا وأبو مناحي زي ما عملتونا اليوم ترى أنا بنعاملكم بكرة نعم. يجي بكرة طلبات على إجراءات قانونية أو على شرط جزائي ترى قالت لا عندنا جاهز لكم البيضة ترفع يا رجال وبفهم المليان اللي قد اللي تقدمه اللي تقدمه هناك بتعينه توجه بتعينه توجه بس طيب والله بنقول لا وبنرفض وحنا جريئين وقوالي قرم غلطة هذا الكلام هذا الكلام يا ابو مناحي. طيب ابى اختم بثلاث ابيات ونغلق ملف هذه الليله الجميله حزينة الساخنه الحزينه كلها الابيات حزينه يقول ولا تحزن إذا ما راح أحد يحزن على فرقاك من دروب الفراق اختار درب ما يودي لك ولا تحزن ولو حتى يصير الحزن من سيماك ترى الأفراح تعني لك لأن الحزن يعني لك ولا تحزن إذا ما انصفوك الناس في محياك تموت ويصرفون الناس في مدحك وتبجيلك الله سمحون على ألف خير نشوفكم بكرة يا متسابقين راجل الله يعطيكم العافية.